هذه الفكرة ونظرا للإمكانيات يعني الموجودة في الولاية هذه، وإن شاء الله نطلعوها تلعب مع الأكابر يعني في حاضرة الكبار. عدة تربصات قمنا بتربص داخل الوطن في مدينة بسة، وكان تربص ناجح من الناحية البدنية واللاعبين خدموا مليح وكان الجو مليح والالتيتيود اكسيتيرا، وقمنا ثاني في رمضان بزوج تربصات هنا في المدينة وختمناها في تونس، وقمنا بتربص ممتاز من الجانب التكتيكي. الكيب قاعد تبدلت فريق كامل، بقينا دو جوار ممدية وبريزيدو جديد، والحمد لله نورمالمون ناوي ان شاء الله نلعبوا لاكسيسيون. ما عندناش اسماوات، قاعد يجان وحابين نلعبوا، حابين نوصلوا، حابين بانوا كيما بانوا اللي قبلنا.